ومن البصرة إلى الأنبار التي اتخذ سلسلة من الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الوباء، منها منع إقامة مجالس العزاء، فضلا عن منع إقامة جميع المناسبات الدينية والأعراس في عموم مناطق المدينة. لتفاصيل أكثر ينضم إلينا أيضا من الأنبار مراسلنا نبيل عزامي. مرحبا بك نبيل، يعني تفاصيل أكثر يعني ضعنا فيها، وأيضا إجراءات ممكن أن تكون هناك الحكومة المحلية قد اتخذتها للحد من انتشار الوباء. نعم نبيل. نعم رويدة، أنا موجود حاليا داخل مستشفى الفلوجة التعليمي، وخلفي أيضا يوجد مكان حجر المصابين بفيروس كورونا. محافظة الأنبار والأسبوع الماضي اتخذت قرارا أوصت به لجنة الصحة في المحافظة بمنع تجمعات داخل القاعات وكذلك قاعات الأفراح ومجالس العزاء وجميع التجمعات الأخرى، وأوعزت وأعطت الضوء الأخضر للسلطات الأمنية باعتقال ومحاسبة كل من لم يلتزم بهذا القرار. طبعا هذا القرار جاء بعد توصيات بضرورة الالتزام بإجراءات الحظر الصحي. هناك توصيات رويدة من قبل عدد من الأطباء المختصين والمعنيين، يعني هي ربما آراء تدعو إلى ضرورة عودة الحظر الجزئي إلى محافظة الأنبار، علما أن المحافظة هي أقل المحافظات التي تعرضت إلى إصابة بفيروس كورونا. القاعة أو الحجر الصحي في عموم محافظة الأنبار يسجل ما يعني معدل من 9 إلى 15 مصاب، وهذا ربما رقم قليل جدا، وكذلك لم تسجل حالات وفيات منذ فترة يعني ليست ببعيدة، وحتى حالات الاشتباه يتم رصدها. أيضا اتخذت دائرة صحة الأنبار تحديدا مجموعة إجراءات احترازية، هناك لجان تقصي تفتيش على شكل مفارز داخل الأسواق تقوم بمباغتة يعني إن صح التعبير طبعا عدد من الأشخاص وإجراء فحوصات لهم وأخذ مسحات إن كانوا مصابين أو نقلهم إلى الحجر الصحي، وإن كانوا سليمين يتم توصيتهم بالالتزام بالحجر الصحي، نعم كلبس الكمام وغيرها. نعم نبيل عزامي مراسلنا من الأنبار، شكرا جزيلا لك.